انت وعيت انه انت مش بس خسرتي بي، في شخص استثنائي بأنه هي خسرتي. كان رجل استثنائي لأنه وعد الشعب اللبناني بشيء وقادر يحقق الوعد تبعه. كان عنده رؤية للوطن وعنده رؤية لمستقبل لبنان. أنا برأيي كل واحد اليوم إذا بتقارنه ببشير بتكون عم تظلم هيدا الشخص. افتخر أنه أنا بنت بشير. السياسة أكيد إذا أنا بنت بشير بقول لك أنه ما بفكر مرتين، فكر ثلاث مرات قبل ما أخد موقف سياسي. أنت أخذت الأسامي إلى رمزية بالعائلة بشير ومايا. بالنهاية هيدا الأمل تبعهم أنه يجي حدا مثل بشير أو بشير تاني أو بشير تالت أو رابع أو حدا بيشبه بشير. هيدا الشيء بحكي قدامكم ما بحكي قدام الأولاد. ما ربينا على حقد حدا. استمريت بشير اليوم بالكتائب أو بالقوات؟ في ناس كان مفروض يكونوا معنا وما أجوا وهول مش متحالفين مع حدا. أوف.